احنا عمالين نحرك وبصورة متسارعة الحد الأدنى للمرتبات، وأكيد حضراتكم متابعين الموضوع ده. ولسه يمكن كنا الأسبوع الماضي في المجلس الوزراء بنراجع في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات اللي بتحصل في مرتبات المواطنين. احنا السنة الجاية الزيادة في المرتبات لوحدها 40 مليار جنيه الزيادة على كل، ان بتكلم هنا موظفي الحكومة. الكلام ده برضو بينعكس في القطاع الخاص، لان القطاع الخاص بصورة او باخرى بيبدأ يوفق اوضاعه بقدر الامكان مع هذه المؤشرات. الاهم خليني عايز اقول لحضرتك الحاجة الوحيدة اللي بتحرك وبتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه. كل ما الاقتصاد بيعلى كل ما هيبقى دخل المواطن بيعلى. وحتى لحضراتكم الامثلة، خلينا نبص للمواطن، ومش غلط ان احنا دايما نقارن بالدول العملاقة. دولة زي الصين كان دخل المواطن قد ايه من 30-40 سنة والنهاردة بقى كام؟ الكلام ده ما بيحصلش ان الحكومة هي اللي تضخ فلوس ولا الحكومة تزود مرتبات. اللي بيحصل ان لما الاقتصاد بينمو وبيظل بينمو بصورة ايجابية وبصورة كبيرة، ده بينعكس اوتوماتيك على الدخل بتاع المواطن. وهو ده اللي احنا بقينا بنشوفه النهاردة، ان ازاي الدول بتتحول من انها مجرد دولة نامية ونسب فقر فيها كانت اعلى مننا، انها بتتغلب وبتقل نسبة الفقر، وكمان بيزيد متوسط دخل المواطن. ده اللي احنا شغالين عليه كدولة. النهاردة كل همي انا كحكومة اظل معدلات النمو باللي احنا ماشيين بيه ده، لان هو ده الحاجة الوحيدة. لان الموضوع ببساطة شديدة ايه اللي بيحصل؟ انت بتقسم قيمة الناتج ده كله على عدد المواطن، عدد المواطنين او عدد السكان، يبقى نصيب المواطن فيه قد ايه. هو ده الحسبة كده ببساطة شديد. انت بتقول السنة اللي فاتت احنا محققين اللي هي خلصت، عشان بس حضراتكم نبقى عارفين، اللي هي بنقول اللي خلصت 31 30 6 21، الرقم اللي قالته معالي الوزيرة حوالي 7 تريليون جنيه، 6 و9 او 7 تريليون جنيه. الرقم ده يعني كان بالدولار يعني 441 مليار دولار. نقسم السبعة تريليون على المئة مليون مواطن، تعرف كده على طول بقى نصيب المواطن من عملية الانتاج قد ايه وحجم النمو او من الناتج الاجمالي والاقتصاد الدولة. كل ما بتقدر تعمل هذا الكلام كل ما دخل المواطن يزيد. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم ببساطة، استمرار مصر، ويا رب يا رب وجميعا ندعو ونشتغل كلنا وما ننامش، استمرار نمو مصر بهذه المعدلات لغاية، مش هقول بعيد، انا بقول لغاية بس خمس ست سنين قدام بالكتير، استمرارنا بهذا الشكل هيخلي مصر في حتة تانية ان شاء الله ان شاء الله، بس ربنا يبعد عنا اي اذى.